ما رأي الشارع في من يقول ليس كل ساحر كافر، فقد يوجد ساحر مسلم لكنه فاسق؟ هذا خلاف الأدلة، الأدلة ما فصلت هذا التفصيل، وإن قال به بعض العلماء لكن ما عليه دليل. الله جل وعلا يقول عن هاروت وماروت: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، دل على أن تعلم السحر كفر مطلق وليس فيه شيء يستثنى. والصحابة قتلوا السواحر، قتلوا عمر رضي الله عنه كتب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، اقتلوا كل ساحر وساحرة، ولم يفصل رضي الله عنه. قال الراوي: فقتلنا 3 سواحر. فهذا ما التفصيل هذا ما عليه دليل. نعم.